الرشدي يؤكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات مع السودان. الرئيس السيسي يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. الرئيس يصدق على قانون للبحث عن الغاز في منطقة شمال سيدي براني البحرية. مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى يونيو 2023. الحكومة، الرئيس السيسي وجه بمد أذرع التنمية بكافة قطاعات شمال وجنوب سيناء. رئيس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة وممشى أهل مصر وتطوير عواصم المحافظات. رئيس الوزراء أيضا يكلف التضامن بسرعة تأسيس الوحدات البديلة لسكان المناطق العشوائية. الحكومة، مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح كورونا سينوفارم. السفير الإماراتي الجديد، مصر تشهد نهضة حديثة بقيادة الرئيس السيسي. الصحة، نتائج المرحلة السرية للقاح الصيني مبشرة ولم يتم رصد أي آثار جانبية. إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بالمساجد المسموح فيها بخطبة الجمعة. النواب، تغريم شركات سياحة غير المرخصة 3 ملايين جنيه حال تنفيذها رحلات عمرة. النقل، خط بري لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق وسعر التذكرة 130 دولارا. السفير الصيني بالقاهرة، مصر شريك استراتيجي للصين وعلاقتنا نموذج يحتذى به. وأخيرا، وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفير بيلاروسيا ملفات التعاون المشترك. أنت المحور، أهلا بحضراتكم. يوم جديد وأخبار جديدة وأبرز أحداث الأسبوع هتتابعوها معانا النهاردة. الحقيقة لما جينا نفكر نبدأ معاكم منين أو نتكلم معاكم في إيه الحدث الأبرز اللي حصل الأسبوع ده، الحقيقة ما كانش فيه أمامنا غير استجابة الرئيس للشارع المصري وسماعه لصوت الجماهير واستجابته لنبض الشارع ومرة أخرى انحياز الرئيس لمطالب الشعب والتوجيه الواضح بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وده نظرا للي حضراتكم عارفينه وطبيعة الظروف الاقتصادية اللي بيعيشها المواطن المصري تحديدا في ظل تداعيات فيروس كورونا، ومن أجل إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي. ونقطة حوار مجتمعي دي أهم نقطة، لأنه محتاجين نشوف ردود أفعال الشارع هتكون إيه، وأيضا المختصين والنخب تبدأ إن هي تجري هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة وبين الشارع، نقدر نوصل لحل يرضي جميع الأطراف. شعور الرئيس بالمواطن المصري وحرصه الدائم على مراعاة مطالبه واستجابته لرغباته ده مهم جدا، حتى لو كان بيتعارض مع قرار اتخذته الحكومة بشكل واضح. اجتمع الرئيس السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري وأيضا جهود الحكومة في هذا الصدد. اطلع السيد رئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك
وأشار كمان في هذا الإطار لتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 والخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وده بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. كما وجه الرئيس بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية. يعني هنا الموضوع مش هيبقى عشوائي، يعني هنا الموضوع هيبقى محدد وهيبقى محصور ومحسوم، مش فكرة اننا نقول زي ما كان بيحصل رواج على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم نشر اكاذيب ونشر شائعات اثارت وعملت بلبلة كبيرة جدا جدا دون فهم ودون وعي من الناس اللي بتتكلم في هذا الموضوع. وده هيكون بدل الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية. الموضوع ده يهمنا في ايه؟ فكرة تطبيق القانون، هو القانون هيطبق بالفعل، لكن فحوى القانون، آلية تطبيقه، طريقة تطبيقه، البنود اللي هيحتوي عليها هذا القانون، ده اللي هيتم متابعته في خلال السنتين اللي جايين، وبعدها بعد السنتين دول هيبدأ يطبق القانون بالفعل، بعيدا عن القيل والقال والاجتهادات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتستغلها الجماعات الإرهابية. طيب احنا النهاردة الحقيقة ده الخبر الأبرز معانا، لكن هناخد حضراتكم لفقرة مهمة جدا جدا ممكن تكون بتهمنا أو بتهمني كمان على المستوى الشخصي قبل ما تهم المواطنين. هنتكلم مع حضراتكم عن الإعلام بشكل عام، والحقيقة أنه الإعلام دلوقتي ما بقاش ما بنتكلمش عن موضوع أو مفهوم أو مؤسسات بتخص العاملين فيها فقط أو بتخص فئة بعينها، لا احنا بنتكلم دلوقتي عن تحدي أكبر بيواجه هذه المنظومة. التحدي خرج من كونه تحدي على المستوى المحلي يخاطب المواطن البسيط اللي ماشي في الشارع، وصل لكونه تحدي على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى العالمي. طيب احنا ازاي هنتعامل ونؤدي في هذه المنظومة الإعلامية؟ دلوقتي أصبح المواطن البسيط اللي ماشي في الشارع ده عنصر مهم جدا جدا في هذه المنظومة الإعلامية، من متابعة ونقل وترديد لأخبار ولمعلومات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة وبعيدة كل البعد عن الصحة. المنظومة الإعلامية ككل ونقاط الضعف وسلبياتها وإيجابياتها ودور المواطن والتحدي الهائل اللي بينتظر هذه المنظومة، هيكون ضيفنا وضيف حضراتكم الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. لقاء هام جدا أدعو حضراتكم لمتابعته، ولكن استأذنكم نروح نشوف تقرير عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري للغرف السياحية وجامعة بدر، ومن ثم ننتقل إلى فقرتنا الحوارية. تفضل. جامعة بدر في الحقيقة بتوقع بروتوكول مهم جدا بين اتحاد الغرف السياحية بكافة الغرف بتاعته وكافة العاملين في قطاع السياحة بغرض تدريب الكوادر البشرية. الحقيقة هما بياخدوا شهادة مشتركة من جامعة بدر وشهادة أخرى من جامعة BHMS بسويسرا، ده من حيث الفاليديتي بتاعت الشهادة وقيمة هذه الشهادة، لكن أيضا هذا البرنامج سيوفر دورات تدريبية قصيرة ودورات تدريب مهني ودورات في تحسين المهارات الإدارية للعاملين في قطاع السياحة. بروتوكول قائم على تدريب الطلبة الدارسين والخريجين لتوفير فرص عمل متميزة لهم بالفنادق،
طبعا بيزيد من فرص الاستثمار في الدولة المصرية بوجه عام، بما يتيح أيضا زيادة نسبة مشاركة القطاع السياحي في الناتج المحلي للدولة. حريص أن أنا أنمي المهارات المهنية، وتنمية المهارات المهنية بيجي من خلال حاجتين: أن أنا أستعين بمهني محترف في الدورات التدريبية، أو أن أنا أدي فرصة للطالب ينزل للقطاعات المختلفة كويس يمارس فيها عمله، يمارس فيها المهنة، وبالتالي من خلال التدريب في القطاعات أو المواقع المتخصصة بيكتسب مهارة المهنة قبل ما يتخرج. بشكر وزارة السياحة ومنشآت الغرف الفندقية، لأن حضرتك التدريب ده بيبقى مدته حوالي 4 شهور، وبياخد الطالب دورات متخصصة في كذا مجال: مجال الخدمة الفندقية، مجال الطعام، مجال ازاي يطلع طالب مؤهل للموضوع اللي يخدم السياحة في مصر. فدي مجالات مختلفة ومدة تدريب من 3 إلى 4 شهور، وبديها متخصصين في هذا المجال. موضوع التناقش أو التعاون بين جامعة بدر والبي اتش ام اس بيتيح تدريب وتطوير كل الكوادر العاملة بالسياحة. مصر من أكبر الدول السياحية اللي عندها إمكانيات رهيبة جدا جدا، فإحنا محتاجين حاجات معينة جلوبالي عالمية علشان تطور من الكوادر دي. أهلا بحضراتكم مرة تانية. من المتعارف عليه إن الإعلام أو المؤسسات الإعلامية منوط بيها تشكيل وعي ووجدان كثير من المواطنين اللي بيتابعوها. الفترة دي تحديداً التحدي بقى أكبر أمام هذه المؤسسات، نظراً لدخول النيو ميديا أو الميديا الحديثة، مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها. وللأسف الشديد ما بقاش في ضبط أو انضباط لهذه المنظومة، أصبح من أي شخص أياً كان مؤهلاته أو صفاته أنه هو يصنع محتوى ويبثه أياً كان مضمون وفحوى هذا المحتوى. لذلك احنا النهاردة بنتكلم وبنطرح مع حضراتكم هذا الملف، لأنه موضوع الإعلام أو إشكالية الإعلام خرجت من حدودها المحلية اللي أنا بنتكلم فيها بينها وبين بعض، وأصبح الخطر إقليمي وأيضا عالمي، وده اللي استغلته الجماعات الإرهابية. نتكلم مع حضراتكم النهاردة في ملفات عديدة جدا مع ضيفنا وضيف حضراتكم الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور، وشرف ليا الحقيقة وجود حضرتك معنا النهاردة. ربنا يسعدك، ده شرف ليا وسعادة ليا أكون معاكي ومع قناة المحور اللي النهاردة بتحتفل بأكتر من 20 سنة. معناها أن احنا بنتكلم في قناة راسخة ولها تاريخها ورصدها عند المواطن المصري. أهلا بيك يا دكتور. طبعا أنا الحدث هيضطرني أن أنا أبدأ، الحدث الأساسي يضطرني أن أنا أبدأ من حواري مع حضرتك، نتكلم عن قرار السيد الرئيس بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الجديد لمدة 2 عام، واستجابة سريعة من قبل الرئيس لرد فعل الشارع والمواطن المصري. قراءة حضرتك لهذا الإجراء إزاي يا فندم؟ أولاً كونك اخترت القضية دي تبقى موضوع حوارنا، ده بيؤكد دور الإعلام اللي تفضلت بيه، إن الإعلام المفروض بيتناول كل الملفات، يقيم مستوى الأداء لكل الأطراف في أي لحظة أو في أي حدث. الحقيقة في مقال أنا كتبته وأنا شايفه قدامك كان عنوانه حينما يغيب الألف باء. صحيح. كنت أقصد أقول بيه لما الأسس البسيطة المبدئية للتعامل الإعلامي أو الحكومي مع قضية من القضايا لما بتغيب الألف والباء الكل يخسر. طيب إحنا النهاردة بيتهيألي مش غايب عننا قضية التصالح في المباني والمخالفات. لا. ماذا حدث حينما حدث القرار المفاجئ والأداء الميداني الغير مسبوق بأي تمهيد إعلامي أو تمهيد سياسي؟ ماذا كانت النتيجة؟ غضب
بل بلاقي الوقال عظيم ومرتع للشائعات. برافو. تدخل السيد الرئيس وقال جملة نفتكرها كلنا: لا إزالة لبيت مأهول بالسكان. فماذا حدث؟ الغضبة امتصاص، تم امتصاصها. الناس بدأت تسمع طب إيه اللي مطلوب. بدأت الدولة تاخد خطوات في قصة التصالح. بعد التصالح حصل تسامح في أنه تمدد فترة سداد المخالفات، وفي النهاية تم إخماد حريق كان يمكن أن يشتعل في توب. خد بالك بقى، حكومة لا أحد ينكر أنها حكومة جادة وأنجزت الكثير وتحملت الكثير، لكن زي ما بيقولوا غلطة الشاطر بإيه؟ بفور. صحيح. طيب، فاتت الأزمة دي، ألم يكن ده درس نستوعبه جميعا وإن إحنا نطبق بقى اللي بيقول عليه الألف باء اللي هو إيه؟ معروف في العالم كله، سيادتك على وشك أن تتخذي قرار. القرار في مزايا عديدة. صحيح. القرار مطلوب، القرار يفترض أنه مدروس. بنعمل حاجة اسمها بالونة الاختبار. بترمي جزء من القرار. فكرته إيه؟ نبدأ نعمل قياس لرد الفعل. يا ترى الجمهور والرأي العام استقبل ده إزاي؟ على فكرة ممكن تكتشفي لما تحللي ردود الرأي العام، تكتشفي إن مش كلها سلبية، لا، فيها نقول 50% سلبي و 50% إيجابي. صحيح. أو بنسب مختلفة متباين. في ضوء النسب اللي بتحدث، اللي بترصديها بشكل علمي من خلال مراكز بحوث رأي عام، بترصد وتحلل وتفسر، بناء عليه بتاخد الخطوة. هل يا ترى توقف القرار ولا تعيد صياغته ولا تبتدي تكلمي على توقيت آخر للتنفيذ؟ بتطرحي هذا الكلام او اطرح حوار مجتمعي؟ ما هو ده بدايه الحوار. بيجي لي رد فعل، تبتدي تقولي طيب تعالوا فين نقاط القوه وفين نقاط الايه الضعف. حللت نقاط القوه وحللت نقاط الضعف، بتبقي عارفه انت على انهي ارضيه. هل في قبول مبدئي بشرط ولا في رفض مبدئي؟ صح. بشرط. في ضوء الشروط دي بتبداي تتحركي، تعملي ايه بقى؟ تخلي الاعلام يفتح الملف وكل الآراء المتعارضة والمتفقة يتم عرضها. مين المستفيد؟ الحكومة طبعا. في الآخر رصدتي، عرفتي، خدت الخطوة اللي بعدها، ماذا يحدث؟ يشعر الرأي العام أنه محل احترام، لو هو مشارك في صناعة القرار أيضا. برافو عليك. وخدي بالك من حاجة بقى، لما الرأي العام بيحس أنه شريك في صنع القرار هو الذي يتبناه. صحيح. ويدافع عنه، خدي بالك، ويقبل على تنفيذه. طب ايه اللي حصل؟ ان الناس بين يوم وليله فوجئت بقرار. على فكره القرار من حيث الفلسفه بتاعته غايه في الايجابيه. عايز يرصد ثروه مصر العقاريه، عايز يحميكي كمالكه، خدي بالك، عايز، لكن انت ما شرحتليش هذه المزايا. تعرفي لو كنت قلت للناس من اول يوم انت الكسبان لو سجلت الان، يقول لك اسجل ايه؟ تقول له تسجل الملك بتاعك، تسجل تعمل كذا والتكلفه بشكل فلاني. هل الموضوع ما خرجش بشكل واضح للراي العام يا فندم؟ مما اثار القيل والقال وكان يعني ساب فرصه للشائعات تنتشر. بص، مفاجئ، مباغت، غامض، معقد. صحيح. ما تشرحش. صحيح. طيب ماذا حدث؟ برضه حكمه رئيس الدولة لما تدخل، وحكمة بعض المشرعين في مجلس النواب. وبأمانة بقى ويحسب للإعلام المصري، خلينا نكون صراحة، أنه تبنى وجهة نظر رأي الإيه؟ العام. رأي العام. لما حضرتك بتحط في اعتبارك الرأي العام، الرأي العام يديك عينيه وودانه وقلبه. لأنه بيحس إن أنت مراية بتعكسي بشكل موضوعي كمان. بالظبط، بتعكسي اهتمامه، بتعكسي قضاياه، بتعكسي همومه. وبالتالي حصل تفاعل كبير ما بين الرأي العام والإعلام الايه المصري. هذا هو الدرس المستفاد. وبرجع أقول الحكومة دي لا أحد يقدر يقلل من شأن جهدها في الفترة السابقة، لكن للأسف الشديد
حينما تحدث غيبوبة مؤقتة حتى لو للحظة، غيبوبة ولو مؤقتة ولحظة، بيحصل إيه؟ بيحدث انفصال ما بين الرأي العام وحكومته. عشان كده جسور التواصل، ودعينا نعترف السنس السياسي عند المسؤول شيء مهم جدا. هو الناس سقفت للرئيس ليه؟ عارفة ليه؟ الحس السياسي والحس الوطني والحس بهموم الايه؟ بهموم الناس. الناس تستجيب لك، الناس تشعر ان هو مش في منقى عنهم، مش بعيد عنهم، وإنه عنده دراية بكل اغلب مشاكل، وانه متابع صحيح ويراقب، وانه عنده اجهزة بترصد له الرأي الايه؟ الرأي العام. وبالتالي لما بتبقى حاجة تانية، فريق روح فريق العمل، انت كنت تحسي ان وزارة العدل اللي هي المسؤولة، بقى ان اتضح وزارة العدل ها جزء من الفريق، بينما وزارة المالية ها لها دور. حطي بقى حاجة تانية مهمة وهقولها بصوت عالي، كفاءة وقدرات المسؤول في الاتصال. انا شفت مداخلات لرئيس هيئة الشغل العقاري، مسكين كان بيتكلم بلغة قانونية رسمية بحتة. ما يفهمهاش مواطن، بألفاظ ضخمة فخمة ما يفهمهاش المواطن. وبالتالي حتى كمان المتحدثين الإعلاميين باسم الوزارات المعنية كان كلام رسمي، بيانات رسمية واضحة محددة، ما فيهاش كمان البساطة والتفسير الايه الواضح. ده يعني ايه؟ ان القدرات الاتصالية مهمة جدا، مهارات الاتصال مهمة جدا عند المسؤول عشان الناس تسمعه وتسمع ما يقول. هل التجربة دي أو الملف ده يدينا كدولة بشكل عام، حكومة أو إعلام أو مواطنين، تجربة أو خبرة في الملفات القادمة في التعامل مع هذه الآراء وهذه الملفات والموضوعات؟ أستاذ أيمن، مصر بتعمل إعادة بناء لمجالات مختلفة، من المؤكد هتبقى الأمر يتطلب قوانين وقرارات جديدة. مفيش قانون جديد ولا قرار جديد حتى وإن كان كله إيجابيات هيتم الاستجابة له إلا إذا اتشرح وتفسر وتمهد له، ويبقى عندنا سياسة النفس الطويل. خد بالك من النقطة دي. بصي، حاجتين ينجحوا أي فكرة: الاستقامة، التركيز، إنك تركزي على الفكرة، والاستمرارية. لسبب، شرائح المجتمع مش زي بعضها في القدرات طبعا، والمستوى المعرفي والعلمي ومستوى الوعي، وبالتالي انت محتاجة تنوع في الرسالة، انه حد يتكلم بلغة بسيطة، حد يتكلم بلغة اعلى شوية، حد يتكلم بأمثلة، حد يطلع لي ارقام وحقائق، عشان انا كمواطن. حضرتك بتعول على الاعلام ولا على المسؤولين والمتحدثين؟ بص سيرتي، سؤالك مهم جدا، البداية من عند المسؤول صانع القرار. صانع القرار يا بيخليها جنة يا بيخليها نار. صانع القرار لما أفاجأ بين يوم وليلة بقرار وأنا مش عارف أبعاده ولا خلفياته ولا مبرراته، بقول لك رغم إيه؟ أن بداخله العديد والعديد من المزايا والفوائد، الموضوع نفسه إنما مفيد. How to say. إحنا عندنا حكمة في الإعلام وأنت أكيد عارفاها، ليست العبرة ماذا تقولي، العبرة كيف تقولي ما تقولي. خلاص، هي دي، هو ده المفتاح. ده مش سهل على فكرة، مش سهل قوي، ده محتاج إعداد وتجهيز، ومحتاج رصد، أجهزة رصد مستقلة. وأنا دايما أعلي صوتي، قياسات الرأي العام لابد أن تكون مستقلة وعلمية ومستمرة. ده هيفيد الحكومة أكتر من المواطن 100%. صانع القرار طبعاً هو أول المستفيدين من معرفته بحقيقة الرأي العام وموقفه ومدى استيعابه ومدى فهمه ووعيه بما يحيط به. خدي بالك من هذا السؤال، هي مصر مش عبرت من أصعب قرارات في 2016؟ طبعا، البرنامج الإصلاح الاقتصادي طبعا، ملف الإصلاح وقرار الاقتصادي تحرير طبعا، سعر الإيه؟ طبعا الصرف. دعينا نعترف ده كان من أصعب القرارات، لكن حصل إيه؟ أنا هقول لك بقى، رأس الدولة طلع مهد للرأي العام، قال لهم إيه؟ قال لهم آدي مواردي، آدي إمكانياتي، وآدي دخلي، وآدي متطلباتي. طلع قال لهم ايه؟ افكرك، طلع قال لهم احنا في حصار اقتصادي، مصارحة ومكشفة، حصار اقتصادي، حصار سياحي. خدي بالك، لما الرجل شرح للرأي العام
صعوبة الموقف وحقيقة قسوة الظروف بدأت الناس تعمل ايه؟ تستمع. طلع وقال ايه؟ ست رئيس قال لن اخدع الناس، وطلع وقال القرارات الصعبة هاخدها اللي تم تأجيلها قبل كده لسنوات طويلة، بس هقول للناس انا واخدها ليه وعوائدها. ماذا حدث؟ المصارحة دي والمكاشفة دي وصلت للمواطن البسيط، لمسته. بس خد بالك بقى من حاجة، في هنا بقى الفرق، وست رئيس بيقعد ان هذا كان في نوع من انواع التناغم بين اجنحة الدولة، بنك مركزي، وزارة مالية، وزارة تخطيط، المجموعة الاقتصادية، كله متناغم وزارة التضامن كمان كان بيدعم الأسر اللي تضررت. عايز أقول لك إيه؟ لا بلاش كده، القطاع المصرفي خد قرار بإيه؟ رفع سعر الفايدة على الودائع. ليه؟ أنت عندك يا أستاذة إيمان 30 مليون مواطن بيكملوا بقية متطلبات حياتهم من عوائد، من فوائد ودائعهم. إذا حصل حاجة كمان في نفس التوقيت، طلعت مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والإيه؟ صحيح. طلع وراها مبادرات المتعثرين في المجال التصنيعي. هذا التناغم، تكامل بين المؤسسات، التكامل، برافو عليكي، بين المؤسسات عمل إيه؟ خلي الناس تقول لك هو القرارات صعبة على المدى القصير لها تمن، لكن على المدى المتوسط والطويل مالها؟ لها جدوها طبعا، سنجني ثمارها. ونحن الآن نجني ثمارها. هتقولي لي إزاي؟ بص كده في حجم الاحتياط النقدي بتاعك، بص كده في الإقبال في الاستثمار عليك قد إيه، بص في نظرة المجتمع الدولي، برافو عليك، الثقة طبعاً. أول امبارح بلومبرج قالت إيه؟ قالت مصر أسرع الدول نموا في الشرق الأوسط. صحيح. اتنين، إن الثقة في قوة الاقتصاد المصري. تلاتة، إنه رغم قسوة كورونا إنما مصر قدرت، لم تتأثر، لم تقع. صحيح. الكل تأثر بدرجات متفاوتة. هنا حصل إيه؟ خد بالك، والكلام ده استمر من إيه؟ من 2016 حتى هذه اللحظة، يعني 4 سنين، واستراتيجية الإعلام والاتصال فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي بتكلفته بعوائده ما زالت شغالة. يعني بما أن حضرتك أشرت للإعلام، أفهم من كلامك أنك راضي عن أداء الإعلام المصري بشكل واضح؟ بأمانة شديدة، في الموقفين بتوع اللي كاد يكونوا أزمتين، التصالح والشهر العقاري، نعم أقول أن الإعلام المصري كان جدا وصريحا وشجاعا ومعبرا عن الرأي العام. هل تتوقع أن الرأي، أن الشارع رأيه يتفق مع حضرتك؟ سؤالك ده يحرجني، هقولك ليه. أنا ما تعودتش أقول إن رأيي 100% صحيح. صحيح. عارفة سؤالك ده يجاوب عليه مين؟ بحوث الرأي العام. أنا أؤمن بهذا مدام، أنا مؤمن بهذا، مش مؤمن مهما أكون خبير. احنا مجهدين لحضرتك بعض الآراء في الشارع. عظيم. نتابع، تفضل. عظيم. سألك عن سلبيات السوشيال ميديا اللي بتواجهك بشكل يومي. هو عامة معظم يعني السوشيال ميديا زي ما لها ايجابيات لها سلبيات، بس السلبيات بتاعتها الاخبار طبعا بتبقى فيك، في اخبار كتير قوي فيك، في برامج طبعا بتبقى اعلانات مروجة كتير مخلة، بعض الاخبار بتبقى كاذبة، وفي بعض مثلا اعلانات مضللة طبعا بتخلي الشباب يعني تاخد تفكيره في مكان تاني. هي بتأثر مثلا على التباعد الاجتماعي في الأسرة، بيبقى كل مثلا واحد قاعد بالتليفون ومحدش قاعد مع التاني، بتفرق الناس عن بعضها، مش بتجمعهم، لان بتخليهم يعني يتواصلوا عبر شاشات موبايل مش فيس تو فيس، يعني فان هم يتقابلوا ويتكلموا ويشوفوا بعض الموضوع ده بيقل. ساعات بتسبب تفكك اسري برضو، اللي هو مش طول الوقت قاعد معاهم في البيت. بتأثر برضو اللي هي ساعات في بعض الشباب بيستخدموها استخدام غير لائق. كلنا عمال نشارك يعني امورنا الشخصيه على السوشيال ميديا، ده خطب وده مش عارف ايه. طب لا، يعني امورك الشخصيه دي لنفسك انت. الافكار والعادات والتقاليد اللي دخلت علينا كدوله مصريه عربيه مختلفه عن بعض. السوشيال ميديا مضيعه الجيل كله، مهما كنا بنربي فاحنا في جبهه، والسوشيال ميديا في جبهه تانية خالص، فالموضوع مش ما فيهوش معادله خالص. اغاني الشعب اللي بتطلع ترند جديد، وشغل يعني البنات الاندر ايج واللبس والرقص،
الكلام اللي مش مفهوم ده كله. الصفحات اللي موجودة على السوشيال ميديا كلها بتحاول تعمل فتنة ما بين الأشخاص وبعضيهم. يعني مثلا هناخدها على جمهور الزمالك أو جمهور الأهلي بالشكل العام، بقى شكل مش زي الفترة اللي هي الأولانية خالص اللي كان فيها محمود الخطيب وفاروق جعفر وحسن شحاتة. لكن دلوقتي كل أي خطأ من الأخطاء ديت بقت موجودة وممكن تسبب مشكلة. لا هي كويسة الصراحة. سلبيات للسوشيال ميديا؟ بالعكس، هي بتبين كل حاجة موجودة في البلد، مفيش خصوصية خالص، وكله بقى بيحاول يقلد بعضه، مفيش يعني كله عايز يقلد الانفلونسرز والبلوجرز وكده. بالنسبة لك ايه هي السلبيات اللي موجودة على السوشيال ميديا؟ ما بقيناش نقرا كتب، كله اونلاين، كله بيقرا كل حاجة اونلاين. لو بدور على معلومة مش هدور عليها في الكتاب دلوقتي، ممكن اعمل سيرش على اونلاين على السوشيال ميديا واقرا وخلاص. المعلومة دي بتكون دقيقة ولا انت من وجهة نظرك بتكون صح وتبقى مغلوطة فعلا؟ هي ليها بالنسبة لي سلبيات كتير، هي فيها نسبة توعية كتير برضه بس للكبار، لكن للصغيرين فهي حاجة بالنسبة لي بتدي أفكار مش حلوة. أنا بشكر طبعا زميلنا إيهاب العدوي. أعتقد أن نسبة كبيرة من الآراء اللي تابعناها ضد الميديا الحديثة اللي اخترقت حياتنا وبقت شر لابد منه. دكتور سامي، مش هنا في مفارقة أن في يعني شباب وأعمار صغيرة وفي نفس الوقت غير راضيين عن السوشيال ميديا؟ بيستخدموها بكثافة ليها إيجابيات، بس بشكل عام ما عندهمش حالة الرضا الكافية، في حين ان على المستوى العالمي ان الميديا الحديثة دي بقت امر واقع، وعلى يعني زي ما حضرتك اكيد عارف ان في خلال 5 سنين ممكن يحصل تراجع شديد جدا في الاعلام التقليدي بسبب الاعلام الحديث. شوفي، من المؤكد انه السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي كما لها مزاياها لها سلبياتها. صحيح. الأمر بيتوقف على إيه؟ على مستوى النضج في المجتمعات. يعني لو أنت عملت تحليل مضمون لما تبدله بعض الشرائح على السوشيال ميديا، الحقيقة تصيبك بالضحك أو تصيبك بالسخرية. أنا بعد ساعة كده أبص وأشوف يا ترى بيكتبوا إيه؟ ألاقي مثلا حد يقول لك ادعولي رجلي اتكسرت، جالي زكام. هنا سطحية الاستخدام، ضحالة. صحيح. دي بترتبط بالمستوى الثقافي والمستوى التعليمي. 2، من المؤكد إن أنت بقيتي في ملعب لست وحدك فيه. طب. ده بيحط حمل تقيل عليكي وعلى كل إعلام تقليدي، لكن صدقيني لن يأتي يوم ويختفي الإعلام التقليدي، لن يحدث. ليه؟ سيبك من الموضة، سيبك من الهوجة بتحصل، لكن بعد فترة الشعوب والشرائح فيها بترجع تاني تبص على إعلامها التقليدي، أو بتبص على الاتنين في وقت واحد. ده بقى في حد ذاته لحظة التحدي. مين بيأثر في مين يا دكتور؟ هقولك الإعلام التقليدي في الافتراضي ولا العكس؟ بصي، ما في تنافسية، اللي بيسبق بيكسب. الأصدق بيكسب، اللي عنده تفاعل مع الناس بيكسب. اللي بينقل هموم الناس بصدق بيكسب، خدي بالك. لكن في نفس الوقت كل ما أقول لك إيه عشان أكون صادق معك، كل ما تعدد الآراء بيقل والتنوع في الأفكار بيقل، ببتدي أروح للساحات المفتوحة، وهنا الفخ يبدأ. مين بيستغلك؟ أصحاب الشر. صحيح. وأصحاب الفكر المعادي والمضاد ليك. بيعمل إيه؟ بيبدأ معك في موقع، بيبدأ معك بفكاهة، بنكتة، بيبدأ معك بحقيقة، خد بالك. ثم بعد ذلك بعد ما وقعت في الفخ بياخدك في المنطقه بتاعته ويبدا بقى يبث الافكار اللي هو عايز يوصلها لك. السؤال، هل احنا عندنا رصد علمي لماذا يقبل البعض على هذه المواقع؟ اكيد لا يا دكتور، ما عندناش. يبقى بالتالي يبقى انت هنا بتاكدي كلامي. هو ايه ده اللي انا اتعلمته في حياتي؟ إن أردت أن تؤثر في الناس
ابدأ من عند الناس، اعرف كيف يفكرون، لماذا يقبلون على هذا ويرفضون ذاك. ها، البشر أصعب شيء في الدنيا زي ما بيسموا البني آدم الصندوق الأسود. وخدي بالك، وإحنا كمصريين على فكرة عندنا ازدواجية، نقول ما نفعل ونفعل ما أنا نقول. يعني عايز أقولك اللي قالوا دول في الطب بتاع إنه أصل السوشيال ميديا فيها حاجات خارجة وحاجات مش عارف إيه، طب ما هما بيعملوها بس ما يقولوش. تلاتة، أخطر حاجة حصلت من وجهة نظري كأثر للتواصل الاجتماعي، ما بقتش وسائل التواصل الاجتماعي، صدقين بقت سبيل للانفصال الاجتماعي. صحيح، انت النهارده تخش اي بيت انطوائيه وعزله كما لو كنت في مقبره، كل واحد مكفي على الموبايل او على اللابتوب، مش كده؟ وممكن تنادي على ابنك، تنادي على بنتك، هو سامعك لكن صحيح مش مركز بتقولي ايه. حياه افتراضيه حقيقي. وبالتالي ده بيمثل تحدي عليكم، تحدي كبير عليكم، عايز منك اعداد اجود، نزول للكاميرا وللشارع اكتر، تفاعل مع الراي العام اكتر، الانصات لاحساس ونبض الراي العام اكتر. ليه فئه الشباب من اكتر الفئات اللي عندها حاله عزوف عن متابعه ما يقدم من اعلام تقليدي ايا كان محتواه؟ شوفي، رغم اني ما اقدرش اصدر حكم مطلق يقول كده، وده برضو محتاج رصد، لكن عايز اقولك الشباب بطبيعته ديناميكي، بيبحث عن الجديد، عنده حب الاستطلاع اكتر. اذا لم يجد عندك اجابات بيلجأ لاماكن اخرى او لمواقع اخرى يبحث عن الاجابات. القنوات الاخرى دي او الاجابات الاخرى دي فيها ميزة، بتدرسك اكتر ما انت بتدرسي داخل مجتمعك. انا هديكي مثال، فاكرة فترة من الفترات كانت الدراما التركية تغزو كل القنوات العربية؟ صحيح. أنهي دراما؟ دراما العواطف، دراما الخيال، دراما الرومانسية، لأنه ده كان مفتقد لفترة ما في المنطقة العربية لسبب. هم عملوا دراسة يا أستاذ أيمن، قالوا اكتشفوا إيه؟ إنه نتيجة الأحداث بعد 2011 ودخول الفترة المظلمة علينا بتاعت الإخوان طبعا، والمصريين لما حللوا كتاباتهم على السوشيال ميديا اكتشفوا الآتي: عندهم رعب من بكرة، مش شايفين بكرة ده في ايه، في ظلام ولا في نور. اذا معنى كده مزاجك كعربي مالك مرتبك معتل، دخلولك بالترفيه. عايز اقولك مفاجأة، سيبك من الاثر النفسي، احسبي ساعتها حجم السياحة التركية كان قد ايه؟ كان اغلب المسلسلات طرق تصويرها ترويج للسياحة التركية، بدليل مهند ده اصبح مزار، صح كده؟ وبيدفع عليه تذكرة. اذا ده هنا لازم نعترف ان في تخطيط اعلامي طبعاً، مبني على رصد، مبني على بحث، مبني على فهم لطبيعة الحالة المزاجية ليكي كشعوب. انا بقف قصاد جملة قالها سيادة الرئيس وعجباني جدا، لما اقر واعترف الرئيس وقال في مداخلة تلفزيونية، قال: لا أحد ينكر أن هناك ما زالت آثار نفسية ومشاعر سلبية لدى المواطن الإيه؟ المصري. الجملة دي صحيح تؤكد لي إحنا قدام رئيس لا ينكر الواقع. خدي بالك، أصل بينكر الواقع واقع 100%، من ينكر الواقع واقع هو بيقع، بينما من يعترف بالواقع بيقدر يتعامل مع الواقع. اوكي، وبالتالي انا بقف قصاد جمل بتلفت نظري. السؤال بقى، هل بقيه الاجنحه في الدوله، هنا بقى سؤالي اهو، ها، مدركه هذا، بتتابعه، بتتعامل معاه ازاي، بترد عليه ازاي؟ هنا مش كفايه رئيس الدوله فقط هو اللي يلتقط الواقع، لا، مطلوب لازم من كل مسؤول كلها. كل مسؤول. وانت في البريك قلتي لي دكتور سامي تقصد ايه بكلمه الظهير، صح؟ انا تابعت ما قال حضرتك الظهير الحقيقي. ايوه، وعجبني انه حضرتك بتتمنى وبتقول يا ريت واتمنى ان انا اكون ظهير للدوله من منطلق عملي، من مهنتي. فانا كنت عايز اعرف حضرتك ازاي كل واحد من مكانه يكون ظهير للدوله. هرد عليك، اتفضل استاذه ايمان.
لما يكون معاد محاضرة الساعة 9 واخش الساعة 9 تفتكر انا قلت ايه؟ انا علمت الطالب بتاعي الالتزام والقدوة. لما تبقى محاضرتي ساعتين واقف الساعتين من قلبي، اللي كان بيتأخر 10 دقايق ما كانش بيدخل. مظبوط، ادي كان فاكر. اوكي. ليه؟ لان ازاي انا ابقى داخل الجامعة ومحاضرتي الساعة 9 وبروح الساعة 7 اقعد اذاكر واحضر؟ انا متأكد ان انا من غير ما ادري زرعت فيكي الاتقان والالتزام. تعالي بقى، من اول سواق التاكسي اللي بيقابل سايح على باب المطار، اقسم بالله ان تاثيره اقوى من طبعاً تاثير وزير الخارجيه. صحيح صحيح، اتفق معاك كليه يا دكتور. مش كان صحيح؟ طيب طبعا. اقول لك على حاجه، واسمحي لي بالجمله دي قد تكون خارجه شويه. اتفضل. احنا البلد الوحيده اللي في المطار عندنا حد بيقف على باب التواليت بمنديل. ده على فكرة إساءة، إساءة. طيب لو دخلت التواليت وما لقيتوش على مستوى النظافة، السايح ده تفتكر انطباعه عنك إيه؟ لا انطباعه سيء طبعا. طيب تعالي بقى، لو أنا بشتغل، آسف في التعبير، عامل نظافة في الشارع، لو نظفت الشارع صح انت عارفة العائد بتاعه إيه؟ مش بس صورة جمالية، صدقيني انت بتجنبيني أمراض. ما هو النظافة لا علاقة بالإيه؟ بالصحة. وبالتالي وبالتالي كل منا ظهير. اللي بينتج أستك أجاده ظهير، اللي بينتج أسابيل رباط حذاء ظهير، اللي بينتج أقولك قلة ظهير، اللي بيزرع صح ظهير. في حالة تناغم في النهاية هتحقق الهدف الدولي. الإنتاجية والإتقان يصنعوا دول. أنا سؤال صغير، كم مواطن مصري زاروا ألمانيا يا أستاذة إيمان؟ لا مش كتير. لكن لو سألتي قلت له الألماني، لا يقول لك إيه؟ عارف إن هو جدية، عمل وجد طبعا وصنع. أنا بقى هنا بفتح معاكي ملف بغاية الخطورة، ملف العمل الفني، التعليم الفني. تابعت في مقال لحضرتك. صدقيني والله العظيم لا أمل فيك يا بلد إلا إذا تحولنا جميعا إلى عمال منتجين فنيين. دول كتيرة اقتصادها قايم على العمالة الفنية، عمال الفنيين ده رأس مالك. صحيح. وعلى فكرة ده أحد الحلول للمشكلة السكانية. مش احنا بنتكلم على مشكلة الانفجار السكاني؟ وتطوير أساليب التعليم الحديثة، وأن يكون في مجالات متعددة مختلفة. برافو عليك. فكرة الطب والهندسة والتقليدية دي، يعني دي هسألك السوق محتاج لإيه؟ هسألك سؤال. اتفضل. لو عندك قمم أساتذة الطب في الجراحة لكن ما عندكيش ممرضة جيدة، المنظومة التخبارية، لو ما عندكيش فني كهربائي الأجهزة اللي جوه المستشفى وانت في قط العمليات، المنظومة كلها تختلف. خلصت. عشان صحيح. كده بقول نرفع شعار الثقافة المجتمعية بقى، دين تتلفف حرير تستاهل التقدير. صحيح. ليف مي، لو ما عملناش ده، لو ما غيرناش صورة الصورة عن مفهوم العمل الفني والتعليم الفني، مش هنتقدم لقدام. اخر سؤال لاننا قربنا على النهايه. اتفضلي. هاخد حضرتك بعيد شويه. هل ما تبثه الجماعه الارهابيه من اعلام البعض يطلق عليه اعلام موازي، هل هذا المحتوى الذي يبث يرتقي لكونه اعلام يا فندم؟ بصي، اذا الرساله وصلت او استقبلت يبقى بداية التأثير بدأت. هنا السؤال، كم في المية، وده برضو هيرجعنا لفكرة الرصد، كم في المية يتعاملون مع هذا الإعلام المضاد؟ اتنين، يا ترى حجم المساحة اللي احنا شغلينها؟ خلي بالك من دي، ما هو انت كل ما تملي الساحة، المساحة بتضيقها على الايه؟ على الآخر. إذن علشان تسد تقلل تضيق المساحة دي، كلنا مطالبون أن نمارس دورنا كل حسب موقعه. أستاذ الجامعة مسؤول، مدرس المدرسة مسؤول، حضرتك كإعلامية مسؤولة، أنا لو مسؤول رسمي أبقى مسؤول. دي مسؤولية مجتمع بحاله، خدي بالك. ولكن كل ما زاد مساحة الشفافية الإعلامية والمصداقية الإعلامية، يضيق الخناق على الطرف. وحاجة كمان، المبادرة، رد الفعل خاسر. صح.
صحيح. رد الفعل ما بتكسبيش كتير، ممكن تكسبي بس بعد فترة، بس عبال ما بتكسبي المصداقية دي بتيجي مع الوقت. أساسي بالتراكم. صحيح. بالتراكم وبالتتبع. أنا بقول أتمنى إن الموقف الأخير بتاع الشهر العقاري والحمد لله تم تداركه أن يكون درسا نستوعبه جميعا. احترام الرأي العام، احترام الرأي العام هو الذي يجعلك تكسب كل المواقف. دكتور مهما قلت من كلام الحقيقة مش هيعبر عن سعادتي النهاردة بلقاء حضرتك. الله يسعدك. وشرف ليا الحقيقة ألف. وإضافة ليا مهنيا وجود حضرتك معنا النهاردة في البرنامج. دكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، شرفتنا في أنت المحور. ربنا يخليك. أشكر حضراتكم. الثلاثاء القادم يتجدد لقائنا. إلى اللقاء.